ودعته قبل لا طلعت، ودعت أخو. ما شاء الله عنه، الله يرضى عليه، الله يرضى عليه. طلع الكل بيعرفه، مؤدب، خلوق، دين، صاحب، من السباقين لعمل الخير، من السباقين لعمل الخير. الله يرضى عليه، آخر بكامل زين، يصوم اثنين وخميس، صلاة. الله يرضى عليه، مرضي، رضي ربي ورضي قلبي عليه، الله يرضى عليه. بعدين غيث، لكن بالنسبة إلي مش بس ابن وأبو وأخو وصاحب صديق، لكن تشيل هم. بس بأذيك يحس يجي يسألني تشيل هم، زي ما ياخده زي صاحب مش ابن يعني. الحمد لله الشهيد اللي استشهد معايا محمود الجابر أجو لنا هون كعنا بهاي الغرفة، بكيت أنا وجوزي وغيث ابني، وغيث ابني وهو الشهيد. كانوا يعملنا كاسة شاي، عبال جاب لنا كاسة شاي، قلت لهم من عيون، جيت عملت لهم كاسة شاي وشربنا مع بعض، وصرنا نتحاور على الفوتي ومش فوتي. هم يقولوا في فوتي، كلهم معقول في فوتي، جوزي بكلهم يعني كل ليلة يعملوا تجمعات الفتوش، اللي بقولوا تحارج هسا أخرى نص ساعة يفوتوا هيك يعني بيمزحوا ساوى. أجا الشهيد الثاني، أجا ابني بقول بدي أخذ لي غفوة، بندح على صاحبه بقول تعال نامي بحدي، تخيل. ها والله بقول تأخذ لك غفوة بحدي قبل لا يفوتوا، خلينا تريح لنا شوية. أجا قال له لا بدي أصل هالمشوار ربع ساعة وأجي، إذا لحكت قبل لا يفوت بنام معك. راح ورجع ما غبش فشت الساعة، ولهم صاروا يدخلوا علينا. لو بقول لجوزي وين شو، يلا هات شو اسمه، كان تحرجنا انا وياك مين بده يفوت، هياتهم فاتوا. وجيت انا طلعوني من الدار يا شيخ، ودشرتهم ودعتهم قبل لا طلعت، ودعت اخو.